FM. الكلمة ليك. نبدأ من جريدة الشروق تقريبا مع الصفحة العاشرة ونعودوك الكلمة عملا بتوصيات بالاختيارات متاعنا. ما نحبوش نصدموا الحساسية والجو الحنان متاع الصباح متاع المستمعين والمستمعات. شيء الدار للأخوات نخليه بعد. دونك اللامبالات للأمال والسراجاء، اللامبالات والبحث عن الربح في قفص الاتهام. من يوقف نزيف الأخطاء الطبية؟ ضمادات ومقاصات منسية في بطون المرضى وأخطاء طبية شبه بدائية تسببت في الموت وإعاقات وأثثت لمعاناة التونسيين وهم يبحثون في المستشفيات التونسية عن علاج لأمراضهم. والحديث هنا عن الخطأ الطبي كسوة في المساحات العمومية والخاصة. أمتي كومنتير وانتي كنت تحكي لي على كا في العالم تاعك في المستشفيات العمومية. إن شاء الله سي سعيد العايدي معناتها يقوم بعمل معناتها في التيران مي ريالمون معناتها لتحسين الخدمات الطبية. وما ننسيوش ياسين بلي مشكلة الخدمات الطبية في كل ما هو عمومي في تونس بخلاف الإطار الطبي اللي ولا مشكل السنوات الأخيرة هذه ثم الباراميديكال معناتها كل ما هو إطار شبه طبي هذيك مشكل كبير خاطر نقص تكوين، نقص إيجالمون التزام بمهامه، نقص اهتمام بالمرضى ووقته توا باش سي سعيد العادي يقف على المشاكل الحقيقيه لكل ما هو معناتها مساحات والتداوي في المساحات في المستشفيات العموميه وكل شيء ونقصه متصاور ونبداو في الخدمه الصحيحه. فيما يخص المساحات الخاصه اور كونترول اللي كنت نحكي لك عليه هو معناتها رجل في سن الأربعين مازال كي توفى بعد ما عمل عملية في مساحة خاصة بضاحية في اللاك معناتها بالبحيرة مشي يعمل عملية عمل أنوفي ماتو بربي هوني نوسي راهو حكاية هذية الأنوف المعدة باش واحد يضعاف راهو خطيرة برشا برشا برشا. الناس تتجنب معناتها أحسن حاجة يعمل سبور يعمل غيجيم ونقص من عملياتها لزانو راهو عندها نتائج وخيمة على صحة الإنسان. والسيد هذا الله يرحمه فقد حياته وخلى وراه أرملة وثلاثة معناتها بناته ثلاثة بناته صغيرت. معناتها جستمون دي زغفلان. نردوا بالنا وفي حكاية هذوما المساحات الخاصة بربي نعرف ونختاروا الطب خاطر ولا الطب متاعنا ولا التجارة خسارة يا حسرة على الطب متاعنا بتاع لو كنترول دو ليتا ما عادش هذا الممكن اللي ساهم أكثر في تفشي الظواهر هذه. ثم حاجة أخرى نقولها ياسين يظهر لي ولت كما ثم مافيات كما عنا مافيات في التهريب مافيات ولينا البلاد هذه ولينا مافيات في كل شيء أسوسي للكوربوراتيزم. معناتها الطبيب يقتلش 60 عبد الطب الكل يجيو معاه فهمت معناتها فضيحة هذه. كاب أف إم الكلمة ليك.